احنا عشان ندي ارقام واضحة لكل المواطنين، استهلاك مصر قد ايه من السولار؟ احنا بنستهلك يوميا 42 مليون لتر، يعني في الشهر مليار وربع لتر، وفي السنة 15 مليار لتر سولار. ببساطة شديدة لو انا خدت الرقم بتاع اليومي 42 مليون لتر وقلت ان انا الدولة في اخر 3 اشهر تحملت 4 جنيه وربع، هنجد ان احنا كده كنا يوميا بنتحمل كدولة دعم نتيجة للفرق ده 178 مليون جنيه. طب تكلفة الكلام ده على 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 السنة كلها، لو انا بقول 15 مليار لتر، بنتكلم في 63 مليار جنيه. لو كنا استمرينا بالسعر القديم، الدولة المصرية هتتحمل على مدار السنة 63 مليار جنيه دعم فقط لموضوع السولار. طيب اللي احنا زودناه امبارح او حصلت الزيادة اللي هي النص جنيه دي بتعمل ايه؟ كل العملية انها بتقلل الدعم بتاع الدولة المصرية اللي هي الدولة النهاردة بتدفعه من 178 مليون جنيه يوميا الى 157 مليون جنيه يوميا. يعني معنى كده الدولة ما زالت متحملة جزء. لو الرقم وافترضت ان سعر البترول هيستمر بنفس الارقام المتوسطات بتاعة الثلاث اشهر الجاية، يبقى معنى كده ان السنة المالية الحالية الدولة المصرية كده مرشح انها بالسعر حتى الجديد انها تستمر انها تدفع دعم 55 مليار جنيه. بنزله من 63 ل 55، ده فرق النص جنيه اللي احنا زودناه. طب احنا النهارده احنا مخططين الكلام ده عاملين ايه كدوله؟ احنا الموازنه الجديده عشان ما يتقالش ان الدوله لما زودت السولار النص جنيه هي بتقلل الدعم، فعليا لا، احنا مزودين النهارده الدعم بتاع المحروقات للسنه الماليه الجديده نتيجه للزيادات الكبيره دي. احنا السنة اللي فاتت كان دعم اجمالي دعم المحروقات اللي موجود في الموازنة بتاعتنا كان 18 مليار. السنة دي ما يقرب من 30 مليار جنيه محطوطين لدعم المحروقات والبوتاجاز. ده على اساس ان احنا مقيمين سعر برميل البترول ب 85 دولار. فالمواطنين هيجوا يقولوا لي طب ما هو النهاردة سعره اكتر من ال 85. فبالتالي طب انتوا هتعملوا ايه؟ احنا حاطين احتياطيات عامة طبقا لتوجيه فخامة الرئيس اللي هي النهاردة بنتكلم في 130 مليار جنيه محطوطة على جنب كاحتياطي عام الدولة تقدر تتدخل بيه في خلال على مدار العام المالي القادم، بحيث لو لقينا ان في بعض البنود الاساسية السلع الاساسية المهمة النهاردة في ارقام تجاوزت الدعم المقرر او الارقام المحطوطة في الموازنة نقدر نتدخل من خلال الاحتياطي العام ده ونضخ زي ما عملنا السنة اللي فاتت وتحملنا زيادات سعر السولار على مدار الثلاث اربع او الست شهور الاخرانيين من العام المالي الماضي وتحملناهم وما حاولناش ان احنا نزود سعر السولار نتيجة لادراكنا ان سعر السولار ده بيسمى في حاجات كتيرة، منها طبعا النقل الجماعي، نقل البضائع، تشغيل الالات الزراعية. فكنا حريصين كل الحرص السنة اللي فاتت ان احنا ما نزودش سعر السولار على امل ان الظروف الخاصة بهذه الحرب تكون ظروف استثنائية وتنتهي في فترة قريبة ونقدر بعد كده نعود الى كما كانت الاسعار. لكن طبعا مع المستجدات اللي موجودة واصبحت كل التقديرات ان هذه الازمة العالمية حتطول امدها وتأثيرها على مدار يمكن سنة او اكتر من النهاردة، كان لازم نتعامل مع الوضع ده كحقيقة واقعة ونعيد تخطيط ارقامنا وتخطيط ميزانيتنا علشان بقدر الامكان نستوعب جزء من الخسائر الكبيرة اللي هتبقى واقع على الدولة. عشان كده يمكن كانت الزيادة اللي حصلت امبارح كعهدنا مع كل المواطنين ان احنا بنتحمل الجزء الاكبر من الزيادة ونمرر جزء بسيط من الزيادة دي على المواطن. يبقى احنا كان ببساطة شديدة المفروض زي اغلب دول العالم النهاردة كان يبقى سعر السولار يروح ل 11 جنيه اللي هي التكلفة اللي عندنا، لكن فعليا احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنزود فقط جزء يسير عشان ادراكا مننا لان احنا عايزين نخفف بقدر الامكان الاعباء عن المواطنين في كل هذه الزيادات. فبالتالي كان هذا القرار اللي احنا بناخده علشان مجرد ان احنا ما زلنا بنتحمل الجزء الاكبر كدولة، ولكن المواطن يشيل معانا جزء بسيط من هذا الموضوع.